كان وإيه حلاوة المكان؟ هو زي حمام سباحة طبيعي في وسط الجبل، يعني هو مية المطر بتنزل فبتتجمع ما بين الجبال كلها، فبيبقى منظرها حلو جدا. وكمان هي مع الطبيعة والصوت بتاع الرياح وهي بتخبط في الجبال، فالمكان حلو جدا يعني. طب وبتبات فين؟ لا بيبقى هو كامبس بيبقى يعني؟ بتروح بس المكان وبترجع تاني، مش ما فيهوش مكان تبات فيه. وهو بعيد قد ايه من القاهرة؟ هو بعيد من نويبع 14 كيلو، فانا ما اوكي اعرفش نويبع قد ايه من القاهره اوكي بصراحه. يعني مصر من نويبع 14 كيلو، ده رقم صغير يعني. كنت تعرف ان عندنا في مصر حمام سباحه طبيعي في وسط الجبل؟ المكان ده موجود في جنوب سيناء وتحديدا في نويبع، ويعتبر واحد من الكنوز المخفيه هناك، واللي اتكون من السيول وامطار الشتاء اللي كانت بتنزل من فوق الجبل كانها شلال. المكان ده اسمه وادي الوشواش، والسبب اللي خلاهم يسموه بالاسم ده هو صوت الرياح اللي بتيجي من الجبال. وعشان تروح هناك فالمكان على بعد 15 كيلو من نويبع، واللي بينظم الرحلات دي هم البدو الموجودين هناك. اول حاجه هتعملها تتحرك بعربيات 4x4 عشان توصل لاخر نقطه ممكن تمشي فيها العربيات، وبعدها هتنزل تمشي شويه، بس في جزء اصعب وهو انك بتطلع على صخور كتير عشان توصل للمكان نفسه، واخيرا هتوصل للمكان المبهر ده. وطبعا بتسألوا ليه المياه لونها اخضر؟ بس ده بسبب احجار الجرانيت اللي في الجبال الموجوده حوالين الوادي. مصر فيها حاجات كتير حلوه وكنوز كتير ما نعرفهاش، بس ما تنسوش تتابعوني عشان تعرفوا الاماكن دي. طيب انت دخلت اسنان، قررت انك تطلع من اسنان وتروح بيزنس، ادي اول صدمه لاهلك صح؟ هم يعني ما كانوش مصدومين قوي يعني، كانوا لان ايه هم طيب احساسهم كده؟ انت عارف الاهالي دايما يقولوا ابني دكتور هي وكده. مامتي اول اللي كان نفسها، لان احنا اصلا عائلتنا كلها دكاتره ومهندسين وكده، فكانت عايزه برضو ان انا ايه ابقى دكتور وكده. بس طبعا لا هي لما لقتني فعلا ان انا مكمل في الحاجه اللي انا بحبها ومتحمس ليها ده فهي كان في شجعتني. الخطوه الاولانيه اللي هي البيزنس، وبعدين بعد كده قررت ان انت تعمل الفيديو بتاعك، ولقيت اقبال كبير جدا من الناس، والاقبال ده خلاك تتجه الى السوشيال ميديا. بالظبط. جالها صدمه بقى بعد من البيزنس للسوشيال ميديا ولا خلاص؟ لا لا خلاص، هي عارفه يعني، عرفت ان انا ده حاجه انا بحبها، فخلاص كمل في اللي انت بتحبه.